شوفوا من خلال استوديو ان بوكس النهارده معانا. طبعا نرحب بضيفتنا الجميله المطربه نادين سراج. ازيك يا نادين؟ عامله ايه؟ الحمد الاخبار؟ لله كله كله تمام. تمام؟ شرفني ان انا اكون معاكم النهارده، شرف لينا. مبسوطه جدا. نورتينا يا نادين. ميرسي، بنورك. كله كويس؟ كله حلو. طيب، حابين نتعرف عليك اكتر. يعني موضوع الغنى بدا معاك من امتى؟ انت بتحبي مين وانت صغيره؟ انت مين؟ الغنى بدأ معايا من وانا طفلة الحقيقة، وده أهلي اكتشفوه من وانا صغيرة، وفعلا ودوني كونسرفاتوار ان انا اتعلم بيانو واقرا نوتة، والمدرسة بقى يعني نمت هذه الموهبة. لانه المدرسة كانت سنشال برومي في اسكندرية، بتهتم جدا بالموسيقى، وفي كورال للأطفال، كورال للكبار، وكمان كان في مسابقات سنوية بتبقى لكل المدارس الألماني حول البحر الأبيض المتوسط. دي أنا اشتركت فيها في أصغر سن، من بداية من 12 إلى 13 سنة. فضلت أشترك في المسابقة سنة ورا التانية، مركز التالت أول مرة، مركز التاني تاني مرة، مركز الأول 3 سنين ورا بعض، وفي ظروف مختلفة، يعني غنى سولو، غنى مع دوات، وغنى مع كفينتات. بصراحة يعني مديونة جدا للمدرسة ومدرسيني، مدرس الموسيقى الأب الروحي ليا كارل كرونتالا، وهو اللي شجعني، قال لي الموهبة لوحدها دي مسؤولية ربنا ادهالك، انت لازم تأدي الرسالة دي، فلازم تشتغلي عليها. ونصحني وارشدني ان انا اروح لدكتور نيفين علوبة علشان اخد حصص غنى واشترك في المسابقات دي، و بوصل اللي انا فيه دلوقتي. تأسيس صح من البدايه، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. يمكن فعلا زي ما فاروق بيقول، يعني باين ان الموضوع يعني من اول البذره بقى اصلا يعني اتزرعت فيكي صح جدا، وقد ايه فعلا باين ان كلامك فيه تفاصيل كتير جدا انت عديتي بيها. بس انا برضو عايز اخش معاكي في حتت بقى اعمق شويه. انت حاليا دلوقتي بعد ما كبرتي واحترفتي الغنى، ويمكن ده كان باين معانا دلوقتي في من خلال الفيديو، ومن خلال طبعا برضو حفلات اللي بتعمليها، انت النهارده نقدر نقول نادين بتعمل ايه وعايزه تعمل ايه؟ نادين الحقيقه حاجات كتيره قوي اكتر من الغنى. الغنى هوايتي والموهبه اللي ربنا اداها لي، بحاول بكل فرصه تجيلي ان انا انتهزها واغني. بس انا مديره مشروعات، بشتغل في شركه اصلا انا كورتريت لايف، ولسه مخلصه الماجستير بتاعي في اداره الاعمال السنه اللي فاتت. ف ده اللي انا كنت عايزه اقوله، ان الفنان ليه جوانب كتيره من حياته، ومش عشان اغني ان انا هحتكر نفسي بس في البوكس ده. يا نادين كلنا في الهوا سوا. كلنا في الهوا سوا. بس الرياكشن، النبي يا جماعه الرياكشن بتاع فاروق ده، النبي يا جماعه سيبني في حالي بقى. والله كان ناقصنا خطير. نرجع لنادين، نرجع لنادين. كلنا في الهوا سوا يعني. لا لا، انا ده شيكو بقى، ما اقولكيش ممثل ومغني، ما اقولكيش بقى. وبعد الاعمال الاخرى في جوانب، وفي بعض الاعمال الاخرى برضو نهارا يعني بدري، علشان هي دي اكل عيشنا، هي دي الحياه. بس هنعيط على يعني. انت مع الغنى طبعا بجانب الموهبه، انت اهم حاجه بالنسبه لك طبعا العمل الخاص ليكي او الحياه العمليه، مش مفيش حاجه بتيجي على حاجه؟ جزء لا يتجزا من حياتي الاثنين، علشان اسستين ان انا امينتين البالانس ما بين كل جوانب شخصيتي. لان الفنان مش دايما بيبقى مبدع، بيجي له لحظات انتكاس. خلاص هنعمل ايه؟ بيعطل. فلازم يكون في برضو فرصه تانية للانتاج، علشان الواحد برضو يجت انسبايرد، يحصل له هذا الموضوع. هنا شكل فيه بقى موضوع كبير جدا، هنعرف ازاي الفنان ممكن يجدد من نفسه، وكمان برضو يعني يدي حاجة.